فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يمس أنفه الأرض حال السجود فهل سجوده صحيح؟ إذا مست جبهته الأرض حصل الواجب، وعدم مس الأنف نقص، هذا يكون نقص في الصلاة، لكن المعتبر الجبهة، فمن لم يقدر على السجود بجبهته لا يلزمه بقية الأعضاء، لا بد من الجبهة والأعضاء تابعة لها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.